السوق ديالها هملوها خويا، هملوها هاد الناس، ولا عشوائي يعني، ولا فيه البرغوت، ولا فيه بزاف حوايج، شي حوايج اكثر من البرغوت كاين هنا في هاد السوق بزاف. الناس كاملين مابقاوش كيجيو، الناس اللي كانوا كيجيو مابقاوش كيجيو، كان السوق عامر. راه كانت كتجي السلطه كتجري على عباد الله، اللي ديبار ديال كوفيد كانوا كعباد الله، كانوا السلطه كتجي كتجري كتقول لك حبس السوق صافي سالي بيع وشرى. دابا كنضطروا مابقى لا بيع وشرى، والسلعه كتخسر لينا يعني بزاف حوايج. راه الناس كيخافوا، الناس راه كيخافوا، كيجيو راه بنادم كيبدا يحك وكيتم غادي. انا ما كنبغيوش نهضر هادشي قدام بنادم باش ما نجريوش عليه، فهمتي؟ الا جينا ندوفو فهادشي اللي قلبنا وهادشي اللي عندنا راه بزاف غنجبدوهم. والله ما كنبغيو ساكتين، عندنا واحد شويه ديال الكليان خاصهم يبقاو يجيو عندنا. الا جيت نجبد هادشي اللي كاين راه ما يبقى يجي عندنا حتى واحد. خمس سنين وحنا كنعانيو، راه من نهار بدات السوق وحنا كنعانيو، فهمتي؟ غير كل مره كتخرج حاجه جديده، كل مره كتخرج شي حاجه اللي كتبان لك يعني كتضرك. هادشي اللي كاين السلعه كتخسر. سالت انا قلت شي حاجه هاهي كتبان لك، هذه ماشي بزاف حوايج يعني، السلعه كامله كتخسر يعني. كل برغوته هي برغوته، برغوته راه كبيره، ماشي شي برغوت كندوي معاك صغيوار ولا شي حاجه يعني، بزاف حوايج. السوق توسخ يعني بزاف، التجار راه بالسيف كيضطروا كيخرجوا، كيبان لهم ما كاين ما يدار كيخرجوا برا. واش دعوة الله هذا السوق غادي ينجح يعني؟ السوق حدا سوق، السوق نموذجي حدا سوق عشوائي، غينجح راه ما يمكنش. وحداك مقاطعه وحدا كلشي راه ما يمكنش غينجح. كيعقموا غير الوجهيات باش ما نكذبش على اختي، كيعقموا غير الواجهه كيكذبوا عليك وكيزيدوا. ها هو السوق راه خاصو اون دي بار، خاصو البلايص اللي عامرين هما اللي خاصهم يتعقموا. الناس اللي كيجيو لهم عباد الله هما اللي خاصهم يتعقموا يعني. ما كاين والو، ما كاين لا نظافه، ما كاين حتى حاجه. خاص النظافه، خاص نمشي الا كان كله معمر بلاصتو يعني، كله معمر محالو وكيشطب قدام محالو وكينقي محالو، راه ما يمكنش غيكون البرغوت، راه ما يكونش. ولا راه هادشي اللي كاين، بدا مهملوا هاد السوق راه بالسيف، راه ماشي غير نوض البرغوت، راه نوض شي حاجه اكثر من البرغوت. لا شي سولتي شي ناس هنا قال لك الحناش لقاوهم، الحناش لقاوهم في هاد السوق يعني. الا قلت لك جيت ندوي في هاد الشيء يعني، والله واحد ما غيبقى يدور، مره ما تبقاش تدخل في هاد السوق. عندنا واحد المشكل ديال البرغوت اخويا هنايا من شهر 6 تقريبا، وهاد السبب ديال البرغوت هذا اللي كثر عندنا هنا، السبب ديالو هو المشاش. حيت اي وحده دابا هنا في دار الامان ولا في المشروع ولا هادي ولدت لها شي مشا في الدار، تديرها في كرطونه تجي تدخلها السوق تحطها في شي بلاصه، تتقول لك راه صمتتني في الدار ودرت لي الريحه وهذه وفيه الحساسيه دري الصوار، هذاك المشاشي بقاو ولات تعفنوا، تولي تكون البرغوت، البرغوت ولا هاجم. دابا راه شي 50 مش كاينه هنايا ولا 60 مش من غير الصغيورين، كلشي مطلي برغوت. والبرغوت دابا هجم على الناس الحوان ديال القيصاريه صاحب الحوايج، وهجم على الخضاره، وخا الخضاره ما كاين حتى واحد، كلشي خارجين دايرين كراس على برا في الزنقه، كلهم دايرين كراس. ودابا جات الشركه ديال كازا بي تنشكرهم من هذا المنبر هذا، عقموا الجامع، واخا حنا عقمنا قبل منهم، شرينا الدواء حنايا وجنا البومبه من عندنا وعقمنا السوق كامل، ولكن حتى هما عاودوا، حتى هما عاونونا على التعقيم باش نقضيو على هذا الشيء بصفه نهائيه. عقموا الجامع ولكن باقي لهم واحد الجزء كبير عاوتاني، باقي لهم بلاصه الخضاره وباقي لهم القيصاريه. قال لك اسيدي، قال لك تتصلوا بالناس المسؤولين وصيفطوا لنا الشركه ديال لافيردا ديال النظافه باش تشطب السوق، عاد باش نجيو نسيقوا بالكاميو ديالنا وبالطوموبيل ديالنا بالتيوات. قال لك باش نعقموا بصفه نهائيه. وما نكذبش عليك، السوق هملوه، ولكن اللي هملوه هما مواليه، هما اللي خرجوا عليه ماشي المسؤولين، مواليه. حيت مواليه هو في الفراشه في القيصاريه، كاين اللي ولا في يدير كروسه في الزنقه في العشوائي. وما يمكنش السوق ينجح الا ما دخلوش الخضار البلايصهم والناس اللي عندهم الحوانت يحلوا محالاتهم. وجا السيد الباشا هنا مده شهر هو هنايا، كاع حلوا، كاع بدا يدخلوا، الا واحد الفئه من الخضارين ما بغاوش يدخلوا، داير العصا في الرويده مولفين الزنقه. ولكن هادو شكون مدصرينهم؟ مدصرين تيمشيو عليهم تيدوروا معاهم تيجمعوا لهم الفقير، هذاك الشيء علاش مخلينهم في الزنقه. اما كانوا يدوا الميزان ديال الكروسه ويدخل، حيت المبادره عاطيه بلاصه، راه عاطيه بلاصه مضلل وسوق كبير وفيه كاميرات وفيه نقي، علاش ما يجوش يعمروا هنا؟ تتجي المراه هي وليداتها تبغي تقدم، تلقى حتى واحد، تلقى غير الخضار اللي دو معاكم دابا هو تلقاه بوحدو تتقدم عنده. الاخرين فين هما؟ كاين 122 خضار، فين 122؟ ما كاين منه حتى واحد. تم العطار اللي كان منور السوق راه سد خوا سلعته الذهب عجمله وسد حانته وهرب، علاش ما بقى ما يدار؟ والسوق توجه في موقع مزيان، ماشي تقول لك حقا شاف حفره، موقع مزيان، مواليه اللي ما مزيانينش، حيت كانوا مواليه مزيان ومعمرينو، وكل واحد دير سلعه في شكل غيتروج، ماشي واحد يدير بيكينيس سوتيامات بيجامات، بيكينيس سوتيامات بيجامات، خاص تدخل السوق تبقى منوع، تبقى فيه ست صنادل، السبرديلات، الجلابات. دابا تبغي بلغه ديال الرجال تقليديه ما تلقاهاش، لقيتي عندك 500 درهم في هذا السوق. تبغي جلابه تقليديه ما تلقاهاش، فوقيه بحال ما تلقاهاش هنا. كاين السوتيامات بيكينيات تقاشر هما اللي كاينين، ولا شي خرقه ديال العوم ولا بتقش بها راسك راه كاينه هنا تتباع.
ولذا نطلبوا من الناس المسؤولين ونشكرهم من هذا المنبر هذا على الدعم اللي دعمونا ديال الناس ديال كازا بأتهم اللي جاو ضربوا سمانه في هذه الحراره وتشكروا من هذا المنبر وتقول الناس المسؤولين باش يحاربوا الناس اللي على برا اللي عندهم بلايص تيلي ما بغاش يدخل بلاصتو يريبوها لي ولا يحيدوها لي.